مادموازيل ولا مدام؟ مادموازيل. ما عرستش لحد الآن، اختيار منك معناها؟ شوية اختيار شوية ظروف. عمرك 26 وقيت باش تعرس؟ في تونس امبوسيبل. علاش امبوسيبل؟ خاطر لا ماجوريتي نتاع الجونيس اللي في عمري في ليكار معناها نتاع 23 زون وانت ماشي ل 30 امبوسيبل، معناها مازال خليل معناها عنده بونسي معناها في مخه باش يعرس ويبقى في تونس. باش نحكي معناها كوتي معناها نسي ما يهنيوش وكل شيء، خاطر هذيك بار واحده اخرى في الدنيا. عمر كلها بالحق تخمم في الغربه، تخمم في بلاد معناها تحميها، معناها شنو تعطيها لوتوريزاسيون باش تعيش، فهمتني؟ مش لهنا يا خويا ما غير ما نحكي معناها نورمالمون. انت فاهم وسيد فاهم وكلنا فاهمين، فهمتني؟ انت زون نورمالمون قايت بتاع عرس وراه عندك زوج ولا ثلاثه صغار. 20 زون نورمالمون قايت نتاع عندك دو سوسيتي ولا تروا سوسيتي وعندك برشا فلوس، هذوما معناها الباز نتاعك، من بعد تخمم في العرس. مش معناها اوبليجي عليك معناها وصلت 20 سيزون ديريكت تخمم في الصغار وباش تخمم معناها هاي مراه واو دار واي ريسبونسابيليتي. انا كونتر الحكايه هذه على الاخر. كي تقعدوا ببعضكم انتوما كشباب وتجبدوا موضوع العرس هذايا، شنو تحكي وشنو الاسباب اللي تحكيهم انت وزميلك تقول ما نحبش نعرس على خاطر؟ خاطر شنو؟ خاطر صدقني احنا لعمرنا معناها بنكنا مع بعضنا انا واصحابي وحكينا على العرس، السجي هذه ما تجبدش. والله مش مطروح على طاولة النقاش. انت مطروح شنو؟ الاخر يحرق على باسبور باش يمشي لتركيا ومن تركيا كيفاش باش يحرق باش يوصل لالمانيا. الاخر كيفاه فما شقف جديد ولا ايه؟ هذوما المواضيع معناها اللي موجودين معناها. فماش معناها مازال انت معناها فما جينيراسيون معناها في وقتنا هذايا معناها 20 سيزون باش يخمم لك في عرس وين في تونس؟ لا امبوسيبل قسما بالله. جملة زاد. صدمتني. لا ما زمتكش هذايا معناها لا فيغيتي، نحكي لك معناها سبونتانيمون معناها كارت سور تابل. برا يمشي لاي معناها جماعة عاملين جماعة هكا وكي معناها هكا في عمري وكي تلقاهم معناها يجبدوا موضوع عرس ولا كي على عرس ولا عمل تحب. فماش بالرسمي فماش سورتو لهنا معناها في تونس امبوسيبل. تحب تعرس؟ اكيد. مادام حاضرة؟ يعني شوي شوي. اش معناها شوي شوي؟ حاضرة مش حاضرة؟ مازلت مش حاضرة. مازلت في طور الدراسة. يعطيك الصحة هكاك. خزر لها الواقفة ورايا. اي. اش فيك حشم؟ اي. اي. مشروع زوجة المستقبل. ان شاء الله. علاش اخترت هي بالذات؟ خاطر برشا حاجات. كيف شنو؟ ما نجمش نحكي فيهم برشا حاجات. لا والله ما نجم نحكي فيهم. علاش اخترتها هي زوجة؟ شنو صعيب فيها؟ فيه برشا حاجات. اسمعني اسمعني لحظة لحظة اسمع، ما زلت كيف عرفتها اليوم. سبق الخير يا خويا. انا سبقنا الخير عندي برشا حاجات نفسروا من اريخ ان شاء الله. شفت محلاه انت تخرج مع صاحبتك اول مره ويعرضك برنامج بلا قناع وزهرك. اي وقتاش العرس؟ والله ان شاء الله عامين اخرين. دار حاضره؟ قريب ان شاء الله. خدمة موجودة؟ أكيد. فزتي معانا يا مدام بزوج باهي. قل لي مسيو متزوج؟ لا مطلق. جاري البحث على ثانية؟ كان ساهل ربي. زلت ماكش مصدوم من المرة الأولى؟ لا اللي باعك باع. لا حاليا مش متزوج. علاش؟ دي فورسي حاليا. ثانية حالة تتعدى معانا دي فورسي. قل لي مش نعاود؟ والله نعاود مش نقول لك فاجأتني بسؤال خاطر عطاير فهمتني. مرة نقول إيه مرة نقول لا. علاش إيه وعلاش لا؟ نحكي بصراحة وبدون غون سون غون نحكي. هو يستحيل الحكاية، أما تبقينا وقت تصلح مجلة الأحوال الشخصية نعود نعرس. نحكي بصفة عامة، علاش الشباب ما عادش يحبوا يعرسوا؟ والله هي مربوطة برشا ظروف اجتماعية واقتصادية، المعيشة غليت، مصاريف الزواج ولات مكلفة، معناها ماهيش اكسيسيبل للعباد الكل، ماهيش متاحة للعباد الكل، دونك فوالا هيك علاش. يقولوا المرأة التونسية تتشرط برشا في العرس.
والله باش نقول لك معناها الحياه تطورت، ما نتصورش النساء ولات تتشرط برشا معناها، فهمت؟ خاطر النساء توا ولاو واعيين اللي المعيشه غليت، واللي التونسي وحده الراجل ما ينجمش يخلط معناها، دو بريفيرونس معناها يخدموا الزوز ويعاونوا بعضهم، يهزوا اثنين القطفه مع بعضهم خاطر الدنيا غليت، فهمت؟ دونك ما نتصورش المراه تتشرط، كان لقات البارتنير الصحيح نتاعها ما نتصورش علاش باش تتشرط. على خاطر ماهمش قد المسؤوليه. ولا مش خالتين ماديا. شوف النقطة الأولى، مش قد المسؤولية، كيفاش؟ كيفاش؟ الدنيا صعبت عليهم. ولاو يشوفوا الحلول البسيطة. شنو الحلول البسيطة؟ نتوغلوا أكثر. ترى فيها الحلول البسيطة. هاي قدامك. أنت ظهر لي هربت ومشيت الحلول البسيطة؟ لا ما هربت لحد شيء. كان نريث في روح. عمل هدنة. عمل هدنة. وربي بشي سهل في الثانية. إن شاء الله. دار موجودة؟ مشيت وتوجي دار أخرى. أوكي. شهرية موجودة؟ الحمد لله مستورة. عملت ليستة معناها ولا كيفاش عملت؟ لا ما عملتش ليستة، مخليها هكاك بطبيعتها. دونك لقيت. لقيت إي. هذاك الشيء خمم فهمتني، أنا من أولويات حياتي دار وعرس وفاميليا فهمتني، باش نكون برشا حاجة. ما انا عندي حاجات في حياتي. خذ راحتك ريلاكسي وانت مغسور ودنيتك. هل نهار اليوم كان كنت تخمم في الزواج؟ اكيد ديما خمم فيه. اكيد ديما خمم فيه الزواج. اليوم البورصه طلعت. فهمني هكاك. سبب قررت. ليه ما قبل نخمم فيه العرس؟ الشباب ما عادش عندهم برشا رغبه في الزواج، علاش حسب رايك؟ شبابنا تونس توا بريسك 3 جينيراسيون قبل كان الوليد ولا البنيه يعيش في وسط عائله، فهمتني؟ من بعد بشويه بشويه بالتطور نتاع الاحداث والكل ولا استقل الوليد والبنيه على ام وبوه، يحب يعيش كيما الفرنساوي وكيما الطلياني والكل. يا سيدي بن سيدي كانت الام تختار المراه لولدها، وكانت البنيه تقعد في الدار يوريوها الحديد ويوريوها التريزه ويوريوها معناها. مادام الوقت تبدل ديجا. الوقت تبدل خاطر الدنيا تطورت، معناها يلزمنا معناها نواكبوا العصر. ولا توا ولا الشاب يعمل على روحه، يلزمو يلقى خدمه باش يخدم، كي باش يعرس يلزم دار لمرته ولاولاده، يزم كرهبة، هذا الكل يتوفر الضروريات والكماليات. ما عندوش فلوس توا، نقولوا احنا السميق في تونس 500 دينار، في مصر 3 ملايين، في فرنسا 5 ملايين، يجيوا 10 ملايين توانسة السميق، الأجر الأدنى أختي العزيزة. معناها الوضعية حرجة برشا في تونس، حرجة برشا برشا برشا، خاطر الفلوس ما فماش. من قبيله اللي وقفتهم الكل تقريبا، الشباب اللي حكينا معاهم الكل يقول لك راهو المشكل مادي بالاساس. المشكل مادي بالاساس اختي العزيزه، الفلوس ما فماش، ما ينجمش التونسي ب 500 دينار في الشهر، منهم كريم منهم ماء منهم ضو، باش ياخو مراه معناها يلزمها تخدم زاده، هي تدخل معاه 500 دينار اخرى باش ينجم يعيش ويجيب صغير واحد زاده. هذيك الحسبه معناها أتقد. انت اكيد راك عملت تجارب. اكيد كيما اي طفله. فوالا ما نجحوش. اي ما نجحوش خاطر كان نجحوا راني معرسه. فوالا دونك شنو هو الاسباب غروسو مودو اللي خليتك ما تزوجش؟ والله مكتوب، ما تنجمش تحكم معناها، فهمت؟ خاطر ما تنجمش تقول سبب منين ولا سبب من العلاقات الفاشله ولا ما كنتي تشرت. لا ما نتصورش نتشرط. انت قلت نحب صياغه بيضه. لا لا علاش؟ بالعكس انا مش مغرومه به الذهب. ملك انت قلت نحب دار ملك. لا ليها ليها، بالعكس كي تلقى البارتنير، انا بيرسونالمون نحكي على روحي، كي نلقى البارتنير اللي يعجبني واللي نتفاهم معاه ما عادي ما يقلقنيش، نهزوا الاثنين نقفها مع بعضنا يا اخي، ابخي تو انا نقرا ونخدم فوالا، دونك ما يقلقنيش. يقولوا اللي في تونس نسبه كبيره من البنات نتاع تونس ما عادش نعملوا عليهم برشا في مسؤوليه الزواج.
لي بالعكس بالنسبه لينا جيلي معناها والجيل اللي طلع تحسوا مسؤول برشا معناها تلقى اللي والديها مريضه معناها والا تعاون تلقاها وتتحمل مسؤوليه تلقى تقرا وتخدم وتعمل هكا ميتون خدمه وتلقاها تروح تشد مسؤوليه ما بالعكس بالعكس قاعده نشوف المسؤوليه قاعده نشوف عبيد تقرا وتخدم. شنو مواصفات شريك الحياه المستقبلي ان شاء الله نلقاوه هكا في شوارع الحبيب بورقيبه اليوم؟ مواصفات ما عنديش مواصفات معينه نتاع فهمت ما خاطر ما تنجمش تحكم هكيك في الفاق معناها اكيد عندك هكا في مخك اكيد فيه طبع هكا اخلاقي شويه يعني يكون قد كلمته يكون ما عارش يحبني هكا خاطر الانسان يحبك يسن ينجم معناها ينجم يشد عليك حتى شيء معناها كاو الانسان يكون مسؤول وكاو يعرفش معناتها مغياج.